المرخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم رخي فهو درب به نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم المتجدد مع دار الإفتاء. يسرني ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية لأجيب عنها بإذن الله تعالى. أرقام هواتف البرنامج تظهر أسفل الشاشة، وهي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. أبدأ مستعينا بإذن الله عز وجل فأقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أبدأ على بركة الله عز وجل بالإجابة على السؤال الذي ورد إلينا، أستفتح الجواب به في هذه الحلقة ريثما أستقبل الأسئلة بإذن الله. السؤال يقول: شخص دخل المسجد والإمام يخطب على المنبر، فجلس هذا الشخص، فما كان من الإمام من الخطيب إلا أن قال له: قم يا فلان وصلي ركعتين. فسأل بعض الناس الإمام بعد ذلك، قالوا له: يعني لماذا أمرته بالقيام بل ذكرت له في الخطبة أن هذا الأمر محرم، مع أن المالكية لا يقولون بذلك؟ فقال لهم: مثلا أنا لا أعرف مذهبا معينا أو كذا، ولكن هذا هو الحكم الشرعي. فالجواب في هذه المسألة أنها من المسائل التي اختلف فيها العلماء حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء. مذهبنا، مذهب المالكية، أنه من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فينهى الإنسان عن صلاة تحية المسجد إذا دخل المسجد والإمام يخطب على المنبر. لماذا؟ لأنه مطالب بالإنصات للخطيب، ولهم آثار في ذلك، لهم آثار في ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن رجلا كان يتخطى الرقاب في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيريد أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. وأجاب المالكية عن حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قالوا: هذا حديث عام مخصص بالأحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات. نستقبل الاتصال الأول، المبروك من بني وليد، تفضل يا مبروك. حياك الله يا شيخ. اهلا وسهلا بك، مبروك. مرحبتين بك يا شيخ، الله يرحم الشيخ نادر ان شاء الله. الله يطلع يرحمه ان شاء الله، نبي نرحم عليه في النهار اليوم البارد. امين، نسال الله ان يتقبله في الشهداء يا رب العالمين. يا رب العالمين ان شاء الله، الله يطبر هذا ان شاء الله، الله ياخذ الحق ان شاء الله فيها اللي قتل ان شاء الله، زعلنا في البليه، الله ياخذ فيه الحق ان شاء الله. الله ياخذ فيه الحق ان شاء الله. يا رب العالمين. هي يا شيخ، يا سمحنا بالكلمة هذه، اللي مع الحق ما يغلى بس إن شاء الله. نعم يا مبروك، تفضل. زي تفضل يا شيخ، نبي عندي اثنين أسئلة إن شاء الله. سؤال الأول: شو حكم الإذاعة في الفرح؟ ما حكم؟ الإذاعة في الفرح. الإذاعة تقصد الموسيقى يعني؟ إيه الموسيقى في الفرح. فتح الموسيقى في الأفراح، طيب. إيه نعم. السؤال الثاني يا شيخ، بالله عليك يا شيخ، نبي نعرف، نبي نصيحة لرجل قارئ
الحقوق في المدارس الدولية يا مبروك غرب بشوي عليك يا مبروك، نصيحة لمن؟ لفرج بوطاري في الوزارة المالية. طيب طيب تمام، شكرا شكرا يا مبروك. وصلت رسالتك يا مبروك بارك الله فيك. أم محمد من جدابية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، أنا أحب أحييكم وحيي قناة تلاتة وحيي جميع شيوخنا الأفاضل. الله يحياك الله، الله يبارك فيك. نعم يا شيخ، أنا بس نحب أنا ما تكلمت لها في القنوات الشرعية لبس المنطقة الغربية. نعم اللي هي الشرط تتكلم منهم. أنا يا شيخ اللي بنحب نقول هالدعاء، الدعاء اللي عندي أهم من كل شيء من حتى من الأسئلة. عندي ثم يفرق الجيش الوطني في المنطقة الغربية، وربي يصرف وربي إن شاء الله يا ربي يقوينا قلبا وقالبا. بارك الله فيك يا أم محمد، شكرا شكرا يا أم محمد، بارك الله فيك شكرا. طيب من معنا؟ أحمد من مصراتة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله يتقبل منكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، تفضل يا أحمد. سؤالي على بيع وشراء السيارات الصينيه اللي كانت في الثوره يستخدمون، والسيارات الغنيمه، شنو حكم بيعهم وشرائهم ووضعهم الان؟ لان في من يبيع ويشري الان. في السيارات الصينيه مملوكه للافراد ولا مملوكه للدوله؟ هن القصه في 2011 كان مملوكه للدوله تقريبا. طيب وفي الغنائم الحرب سيارات، حكم بيعهم شهر. تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. أجمعين سيد أحمد. منير من سرت، تفضل يا منير. كيف الحال يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك يا منير، تفضل. بالله يا شيخ نبغى نستفسر بس في طبعا في الأيام هذه في من الناس طبعا يتكلم على قصة التقديم متاعت 500 متاعت المصرف. منحة أرباب الأسر. أرباب الأسر، تمام. إيه؟ طيب. طبعا هي قصة قديمة جديدة، وفي من الناس يقول لك لا هي ربا وما نقدمش. يعني ما حكم التقديم لها؟ ما حكم التقديم يعني. تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. سليم من مصراتة، تفضل يا سليم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سليم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير. وجزاكم إن شاء الله، نعم. عندي اسئله كثيره يا شيخ ان شاء الله لو سمحتي. تفضل. اي استاذ اول يعني تكون عده اجزاء بسرعه يا سليم. نعم. ما صحة الحديث الذي رواه ابو سعيد هذاك الاعلام ترسانه، وما صحة الحديث الذي رواه ابو سعيد اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فصلوا له بالايمان. طيب. وكذلك ما صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء في البيت افضل من الوضوء في المسجد. الوضوء في البيت، طيب، نعم. كذلك يا شيخ بمصلحة الوضوء بماء الفوار، وتوجد بهذا الماء حامض شبريتيك. مصلحة الوضوء بماء الفوار؟ ايه. تمام، 100% ان شاء الله. كذلك مصلحة الوضوء بماء محطة التحلية، حيث يوجد به مادة الكلور لقتل الحشرات. طيب، بماء التحلية. وكذلك مصلحة الوضوء بالماء الزائد من المتوضي. الماء الزائد من المتوضئ، ايه لا هو شيخ عبد الله ما تقاطر من الاعضاء. نعم، تسمع الجواب. نعم. ان شاء الله، بارك الله فيك. نعم يا شيخ عصام. يا سليم. نعم يا سليم. هاي شهر ثاني بس بالله. نعم. شهر ثاني شهر مسلم، تزوج بفتاه مسلمه، وبعد شهر من اكتشف الزوج ان الزوجه بها مرض الصرع، مع العلم ان اهل الزوجه اخفوا عن الزوج وعائله الزوج هذا المرض. ما حكم شرع الله في هذا الزواج؟ يعني وماذا على الزوجة يفعل؟ تزوج بمسلمة تبين عندها الصرع. نعم يا شيخ عصام. طيب واخف. تمام، تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا يا سليم، شكرا يا سليم. صالح من جدابية يكون اخر اتصال لاجيب ان شاء الله. نعم يا صالح. بالله نسال على حكم السبحة. حكم السبحة، طيب. حكم السبحة ونسأل على الدعاء بعد الدفن، دعاء الميت بعد الدفن. الدعاء بعد الدفن. تسمع الجواب يا صالح، تسمع يا صالح، بارك الله فيك. إذا نبدأ على بركة الله،
أستكمل الإجابة على السؤال الأول الذي بدأت به، وهو أن قضية صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب على المنبر هذه مما اختلف فيها العلماء. المالكية لا يقولون بالصلاة، بل يقولون يدخل الإنسان فإذا وجد الخطيب على المنبر يجلس، لأنه مطالب بالإنصات للخطيب. وهناك من العلماء من يقول بذلك. هذا من الخلاف السائغ الذي لا إشكال فيه بين أهل العلم. لكن هل يجوز للخطيب في بلد زي ليبيا، نحن الآن يعني ندين الله عز وجل على مذهب المالكية في الفروع، هل يجوز للخطيب أن لما يخش الناس للجامع اللي ما صلاش ركعتين يقول له قم فصلي؟ هذا لا يجوز له. أولاً عندنا قاعدة شرعية تقول لا يجوز الإنكار في المسائل المختلف فيها، وهذه من المسائل الفرعية. كذلك لا يجوز التشويش على أهل البلد ما داموا على مذهب صحيح من مذاهب أهل السنة. يا أخي أنت بتخش والإمام يخطب بتصلي ركعتين ما يمنعك حد، لا يجوز الإمام أن يقول لك أقعد مثلا، لكن أنك أنت تقول لا من قعد تأمره بصلاة ركعتين فهذا من التشدد ومن التنطع في دين الله. وهذا يدل على ماذا؟ على أن من يفعله من الخطباء أنه لا علم عنده، لأنه لو كان له علم لعلم أن الشريعة تسع هذه الأقوال. والمالكية يروا لهم دليل قوي في مسألة عدم الصلاة والإمام يخطب، وأجابوا على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي يا فلان الذي يستدلون به. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري الناس حال هذا الرجل بدليل أنه أمره بالقيام في أكثر من جمعة. والموضوع طويل في هذا الأمر، ولكن ما أقوله لا يجوز للإمام أن يأمر الناس باتباع المذهب الذي يراه هو وينهاهم عن اتباع المذاهب الأخرى. المبروك من بني وليد سؤاله الأول يقول ما حكم الإذاعة الموسيقى في الأفراح؟ يقصد بالإذاعة هو الموسيقى التي يفعلها الناس، وللأسف انتشرت هذه في بلادنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري معلقة ليستحلن من أمتي أقوام أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيأتي من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فلا يجوز استخدام الموسيقى وسواء في الأفراح أو في غير الأفراح، هذا لا يجوز، لأن المعازف والآلات الموسيقية محرمة على الرجال وعلى النساء. أجاز علماؤنا الدف للنساء في العرس خاصة أو في المناسبات على خلاف في ذلك. أما ما يسمى الآن بالمنظومة فهذه والله لا هي تجوز شرعا ولا هي مما يقبل طبعا وعرفا. يعني سامحوني، الآن قلت المروءة والنخوة والرجولة بين الناس. الراجل مقعمز قدام حوشة ويسمع في الموسيقى الفاحشة فحش وخمر ووصف للنساء ووصف للمفاتن وكذا، ابنويت فتحات المنظومة في داخل الحوش وهو مقعمز هو وصغارة يسمع في الفحش وفي الكلام. بالله عليكم هل هذه عائلة مسلمة؟ نقدر نعبر عليها أسرة مسلمة؟ الموسيقى تصف في النساء، هو مقعمز هو وصغاره وخوته وابنويته داخل إن يسمعن في المنظومة. هذه يا جماعة حتى عرفا حتى أخلاقا حتى طبعا حتى مروءة حتى نخوة، هذه الأمور يعني يمجها العرف ويمجها الأخلاق الفاضلة بلها عن حكمها الشرعي الذي هو غير جائز، وهذه مما عمت بها البلوى. فمن يتحمل مسؤولية؟ يتحملها أولياء الأمور. أولياء الأمور، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله نتحشم، تمر أمام عرس تسمع هذيك الفنانات والموسيقى والأغاني والكلام الفارغ والفحش كما ذكرت، والرجال في البرة والنساء يعني يفتحن هذه المنظومة بصوت مرتفع. الحكم الشرعي أنه من الكبائر، الموسيقى والمعازف محرمة على رأي جمهور العلماء سلفا وخلفا. لكن أن النساء يستخدمن الدربوكة أو الدف ويغنين بالغناء المعتاد الذي يدل على مكارم الأخلاق وعلى بر الوالدين فهذا لا إشكال فيه. للأسف إحنا نساءنا اليوم أو بعض النساء عندنا لهن اللي بيغنن الغناء المباح ولهن اللي بيسكتن يبوا يسمعوا هالمحرمات. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. السؤال الثاني للمبروك من بني وليد قال أريد نصيحة لوزير المالية، وأنا لا أدري ماذا يريد بالنصيحة، لكن النصيحة لا إشكال فيها،
الدين النصيحة، فعلى كل مسؤول سواء وزير المالية أو غيره، هو خص ربما وزير المالية ربما عنده مرتبات متأخرة فأنا لا أدري، لكن وزير المالية وأي مسؤول في هذه البلاد فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يؤدوا حقوق الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكل تقصير متعمد أو بسبب التهاون من الوزراء ومن المسؤولين في جميع القطاعات، هؤلاء سيسألهم الله عز وجل عن كل تقصير تعمدوه أو عن أي تهاون حصل في هذه البلاد. أم محمد من جدابية يعني كان لها هكذا نصيحة وليس لها سؤال، بارك الله فيها. الأخ أحمد من مصراتة يسأل عن حكم بيع وشراء السيارات الصينية. نحن نعلم أن في سنة 2011 عندما هاجم القذافي مدينة مصراتة كان هناك في الميناء سيارات كثيرة، فهذه السيارات استخدمها الثوار لقتال الكتائب في ذلك الوقت. فأنا لا أدري هل هذه السيارات مملوكة للدولة أو هي مملوكة للأفراد. إذا كانت مملوكة للأفراد لناس عاديين استخدموها في ذلك الوقت للظروف، الواجب على كل من أصبحت سيارة ما تحت يده يجب عليه أن يبحث عن مالكها الأصلي. إذا كانت مملوكة لأفراد يجب عليه أن يسأل عليه لماذا، لأنها سيارته، يمشي يستفسر عليه ويتفاهموا إياه، يشري منه السيارة ويبرئ الذمة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإن كانت السيارات مملوكة للدولة أو الدولة اشترتها من الأفراد، يعني لا أدري، إذا كانت مملوكة للدولة لا بأس باستخدامها. الآن يستخدمونها الثوار والقوات المساندة لقتال البغاة والظلمة من أمثال حفتر وزبانيته، لا إشكال في ذلك. لكن هل كون السيارات الآن أعطيت لهم ليقاتلوا بها وينشئوا بها الكتائب هل يجوز لهم هذا الأمر أن يبيعوها؟ هذا لا يجوز. وهذه نصيحة أوجهها للثوار وللقوات المساندة ولكل من يقاتل تحت راية الحق، أنه لا يجوز له أن يبيع أي سيارة، سواء سيارة مملوكة للدولة أو كانت مملوكة مثلا للقوات المهاجمة قوات حفتر وأخذها منهم، هذه رأي حتى تسميتها غنيمة بالمصطلح الفقهي لا تسمى غنيمة، والناس رأوا يتسامحون لا تسمى غنيمة. الغنائم هي ما أخذت من الكفار في الحروب، نحن نقاتل مسلمين بغاة، لا تطبق عليها أحكام الغنائم بمعنى أنها تقسم، لا، هذه إذا كانت مملوكة للدولة تبقى في كتيبتك وتقاتل بها. إذا كان يعني بعد ذلك تركت الجيش والله كذا تسلمها للجهات المسؤولة، إذا تلفت تلفت، أما أنك تبيعها فهذه لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا الناس اللي تاجروا الآن في السلاح واللي تاجروا في السيارات المملوكة للدولة وسيارات الكتائب وغير هذه لا يجوز يا جماعة، هذا من الغلول. إيش هو الغلول؟ هو الأخذ من المال العام، لأن السيارات هدية هي في الأصل من مال الدولة، سواء شرتها قوات اللي تتبع الوفاق الآن أو سرقها حفتر ومن معه من أموال الدولة، الإنسان يقاتل بها ويفعل ماشي، أما أنه يبيع ويشتري فهذا لا يجوز. وللأسف بعض الناس يعني باع ما عمله من الأجر ومن الجهاد بمتاع وعرض قليل من الدنيا، يمشي يبيع 23 ولا 14.5 ولا كذا، وهذا مملوك للدولة، مملوك، هذا مال المسلمين، قاتل به ماشي الحال، لكن هل يجوز أن تبيع وتشتري؟ هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، هذا يسمى غلول. وسيأتي الغال يوم القيامة يحمل ما سرقه على كتفيه، يوم القيامة في اللي رفع سيارة على كتفه وفي اللي مداير 23 وفي اللي سارق بيت وفي اللي كذا، حتى يفتضح على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية. منير من سرت يسأل على مسألة أرباب الأسر أو منحة أرباب الأسر، قال: ما حكم التقديم لها؟ لا إشكال في ذلك يا أخ منير، فعلا أول ما ظهرت مسألة أرباب الأسر إحنا عندنا قاعدة شرعية: لا يجوز الإقدام على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. التوقف المشايخ في بداية الأمر ليش؟ لأن هذا يسمى صرفا في الشريعة، لما أنت تعطي الليبيات وبيعطوك في مكان دولار يسمى في الشريعة صرفا، والصرف لا بد فيه أن يكون يدا بيد.
فتريث المشايخ ويعني تمهلوا في هذا الأمر وسألوا المختصين حتى ثبت لديهم أن المعاملة معاملة شرعية. أنا شخصيا لم أطلع على هذا الأمر، ولكن علماؤنا ومشايخنا الذين نثق بعلمهم وبدينهم اطلعوا على هذه المعاملة وقالوا لا إشكال فيها، اللي هي هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي قالت منحة أرباب الأسر تتم بطريقة واحدة، سواء في الجمهورية، في الصحاري، في الوحدة، في الأمان، مش عارف أسماء المصارف، قالوا هي تتم بطريقة واحدة ولا إشكال فيها. وبالتالي اللي ما قدمش منحة أرباب الأسر من أجل أنها خايف والله يقول حرام، نقول المشايخ أفتوا بجوازها وقالوا إن الطريقة تتم بطريقة شرعية. من أراد التورع فله ذلك، إنسان قال أنا بنتورع وما نبيش نقدم ولا ثقة عندي مثلا في بعض المصارف والله كذا، الأمر له، لكن لا يجوز له أن يشوش على الناس ويقول والله اللي خديه منحة أرباب الأسر راهو حرام وراهو ربا. لا، المشايخ والعلماء قالوا جائزة، من تورع فله ذلك، لكن لا يجوز له أن يمنع غيره من التقديم، وهي حق للزوج، حق لرب الأسر، لرب الأسرة سواء كان الزوج أو كان للأرملة. نعم. ولكن في مسألة مهمة يعني لعلي أعرج عليها بسرعة، أن منحة أرباب الأسر للأسف دخل الناس في بعض تعاملات، في بعض المعاملات فيها في أمور محرمة. أغلب ما يقع للأسف، واحد ما عندهش فلوس في حسابه يجي لي شخص يا فلان سلفني والمكسب بالنص، هذا حرام، سلف جر نفعا. يا فلان سلفني شيك ورده لك نقد، هذا لا يجوز، سلف جر نفعا. يا فلان سلفني حول لي لحسابي باش نقدم في الفيزا وأعدك بأن أبيع لك، لا أبيع لك البطاقة، هذا لا يجوز، هذا اجتماع سلف وبيع، بعض الناس يبيع في البطاقة، لا يجوز. وبالتالي نقول في كلمة أن تسليف الغير في البطاقة في الفيزا لا يكون إلا ابتغاء وجه الله، إنسان يدور في الأجر يقول يا جماعة اللي ما عنداش باش يطلع الفيزا أنين سلفة لوجه الله. أما بزنس ما بزنس ما يجيش بأي حال من الأحوال في الفيزا إلا في حالة واحدة. شنو هي الحالة الواحدة؟ أنك تاخذ بطاقة من واحد تقول لأني نمشي نتوكل على الله وبنطلع لتركيا والله لكذا وبناخذ أجرتي، بنسحب لك الدولار وبنجيبه لك، هذه جائزة. لماذا؟ لأنها أجر عليه عمل. أما غيرها من الصور كلها ممنوعة، سلفني ونسلفك، سلفني شيك نرد لك نقد، نسلفك شيك ورد لي نقد، نحول لك في حسابك والمكسب بالنص. راوا اللي يديروا في الناس غارقون في الحرام للأسف فيما يتعلق بالفيزا. ولهذا لو كان المسؤولون في الدولة يتقون الله لعلموا أن الفيزا هذه للأسف أذلت رقاب الناس في ليبيا، أذلت رقابهم وأدخلتهم في الحرام. فيا أيها الناس اللي ما عنداش في حسابه شيء في الفيزا يلقي إنسان يسلف لوجه الله وابتغاء الدار الآخرة، أو يقعمز ويركح وما يقدمش فيها بكل، لا يحق لا يبيع البطاقة، لا يحق لا يبيع الرقم الوطني، لا يقول سلفني شيك ونسلف ونرده لك نقد، لا يقول أحول لي الفلوس والمكسب بالنص، هذا كله حرام، هذا كله. لماذا؟ لأنه يخالف القاعدة الشرعية التي اتفق العلماء عليها سلفا وخلفا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وللأسف احنا هذا كله في القروض التي كلها سلف أو قروض جرت منفعة أو هي اجتماع سلف مع بيع، سلف مع إيجارة، وهذه كلها أمور محرمة. ولهذا تكلم المشايخ، وأظن أن طلبة العلم والمشايخ والعلماء في دار الإفتاء قد أبروا الذمة في هذه المسألة وتكلموا عليها مرارا. سليم من مصراتة له عدة أسئلة، يقول في السؤال الأول: ما صحة حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ ما أعلمه أن هذا الحديث ضعيف، لا أدري الآن من خرجه على وجه الدقة، ولكن ما أعلمه أن هذا الحديث ضعيف. وهناك أحاديث كثيرة في فضل اعتياد المساجد، ومن يعني لا أترك هذا الحديث اللي هو في ضعف وأتي إلى الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته غنية عن الأحاديث المختلف في صحتها، فالذي يعلم أن هذا الحديث ضعيف والله أعلم.
نخرج إلى فاصل ثم أرجع إن شاء الله لأجيب ما تبقى من الأسئلة. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور. الهداية زار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتوي. به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به ترقى، به تحيا عالما. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم أيها السادة المشاهدون والمستمعون بعد الفاصل لأجيب ما تبقى من الأسئلة بتوفيق الله عز وجل وعوني. بدأت في الإجابة عن أسئلة الأخ سليم من مصراتة. سؤاله الثاني قال: ما صحة حديث الوضوء في البيت أفضل من الوضوء في المسجد؟ أنا لا أعلم حديثا حقيقة بهذا اللفظ، ولا أظن أن هناك حديثا بهذا اللفظ، ولكن ثبتت عدة أحاديث على فضل الوضوء في البيت، ومنها الحديث المشهور: من توضأ ألا أنبئكم، الحديث المشهور، نعم، اللي هو معنى الحديث أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطوتاه إحداهما تضع خطيئة والأخرى ترفع له حسنة، كانت خطوتاه إحداهما ترفع حسنة والأخرى تحط خطيئة. نعم، وردت أحاديث في فضل الوضوء في البيت، ولهذا الحالة الكاملة أفضل الحالات أن يتوضأ الإنسان في بيته ثم يذهب إلى المسجد ماشيا، فتكون الخطوات له ترفع الخطايا تحط الخطايا وترفع الدرجات. أما هناك حديث بهذا اللفظ فلا أعلم ولا أظن ذلك، والله أعلم. السؤال الثالث لسليم، وهذا يعني: ما صحة الوضوء بماء الفوار؟ هو سأل عليه الوضوء بماء الفوار، وعليه الوضوء بماء التحلية، وعليه الوضوء، لا أدري الوضوء الآخر. هذه كلها يا سليم، سواء ماء المكيف اللي يسأل عليه الناس، ولا مية التحلية، والله اللي فيها الكبريت، والله ماء الفوار هذا اللي فيه الكبريت، هذه كلها تخضع لقاعدة: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. نختبر ماء الفوار، ونختبر ماء المكيف، ونختبر ماء التحلية، ونختبر الماء المقطر، والله أي ماء من المياه، كلها نختبر اللون والطعم والرائحة. إذا كان اللون هكذا في اليد مثلا أو في الإناء، اللون لون الماء العادي، خلاص إذا نقول هذا سليم. ننتقل للطعم، فأضعه في فمي أشوف أنظره مثلا، إذا كان الطعم عاديا طعم الماء أقول إذا لا إشكال فيه. ناتي للرائحة، اللون والطعم والرائحة، فأنا لا يمكنني الإجابة الآن إجابة عامة، لأن مثلا بعض المكيفات ربما الماء اللي يخرج منها أحيانا قد يكون ملوثا، ربما المكيف هذا مانيش عارف في زيت في كذا، ما نقدرش نقول ماء المكيف كل دائما يجوز الوضوء به. نعطيك القاعدة العامة في أي، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، الأصلها حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم ورد في بعض الروايات، ولكن هي في الأصل قاعدة اتفق عليها العلماء: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. اختبر لون الماء، إذا كان اللون مختلفا عن لون الماء العادي لا يتوضأ به، إذا كان الطعم مختلفا عن طعم الماء المعتاد لا يتوضأ به، إذا كانت الرائحة مختلفة عن رائحة الماء العادية إذا لا يتوضأ به.
هذه قاعدة عامة ينبغي أن يعرفها الناس. الناس كثيرة ما يسألون: يا شيخ عندنا فسكية والله وقعت فيها كذا، شي حكم الوضوء بها؟ عندي مثلا إناء سقط فيه مثلا كذا. نقول له دائما هذه القاعدة: الماء طهور، بمعنى يتوضأ به ويغتسل به الغسل الشرعي. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه فلا فيصير حينئذ غير طهور، أو ما غير طعمه فيصير حينئذ غير طهور، أو ما غير رائحته. هذه هي الإجابة يا سليم، والله أعلم. معنا عبد السلام من بنغازي، تفضل يا عبد السلام. ولو مرحبا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد السلام. معلش سؤال بخصوص الفيزا، ما ادري شوي سمعتك انا. نعم. انت اجبت. في حاله يا شيخ ان انا بعت الفيزا، هي ملكي، بعتها انا للشخص، بعت الفيزا البطاقه بروحه، هو يسحبها ويعد ياخذ الدولارات، هذا حرام ولا حلال؟ هذا حرام يا شيخ، ولها مزيد ان شاء الله. انا ما عنديش القدره يا شيخ اني نطلع برا ونجيبها. انت ما في حد قالك اطلع؟ انت اعطي البطاقه لشخص اجره وين يجيب لك الدولار، اعطيه اجرته من الدولار اللي جاك. يعني نحن ندير يعني في حاله بيعها لا يجوز بيعها يا شيخ. حرامه. عموما انت تو الان اسمع كلامي ان شاء الله، تمام، حنا نفصل فيها شوي. بارك الله فيك يا عبد السلام، وجيبك ان شاء الله. مريم من مسلاته، تفضلي يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله كل خير على هذا البرنامج. وجزاكم ان شاء الله، تفضلي. عندي سؤال واحد بس، ما حكم من يضحي على ابوه وامه والعلم ان الوالدين متوفيين؟ اذا حكم التضحيه عن الميت. ايوه. تسمعين يا مريم ان شاء الله. هو راه ما يضحيش على نفسه قصدي. تمام، هو بيضحي على ابوه وام الميتين. ايه هو عنده قدره راه. تمام، تسمعين الجواب. حتى يضحي حتى على نفسه. أيوة. تسمعين الجواب باذن الله. عبد الجليل من بنغازي، تفضل يا عبد الجليل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي استفسار في طالب نصيحة يعني. تفضل باختصار. عندنا ثوارنا نسأل الله يوفقهم كل خير. إيه نعم. اللي يقاتلوا في قوات المجرم حذر. إيه نعم. أما ما عندناش شك فيهم أن يقاتلون هذا المجرم دفعا للظلم ودفعا للفساد. نعم. ما عندنا ونفس الله ان ينصرهم ويثبتهم. امين. نعم. لكن يا شيخ ان في قلب طرابلس في مكان يعش بالالاف من الابرياء اللي هو حجم الردع، وفي ناس لهم 3 سنين واربع سنين وقاعدين ما شراهم في النيابات، وفي اللي براها. نعم. وقاعدين وبيتهم نساء مدشونات. نبيك توجه نصيحه للثوار ما دام دغيتهم دفع الظلم والفساد انهم يدفعوا الظلم والفساد عن اخوانهم والسجناء ان شاء الله يمكنهم وينصرهم على المجرم حتى يا اخويا. وصلت الفكره عبد الجلي، بارك الله فيك، شكرا. امل من جدابيه، تفضلي يا امل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم يا امل. يا شيخ بنسأل عن الأشياء التي تفيد الميت في الأشياء التي تفيد الميت في قبره قصدك؟ أيوه بس عند بعد تزوره في المقبرة بروحها، يعني قراءة شنو مثلا القرآن ولا شنو؟ خلاص تسمعين الجواب بارك الله فيك، لعل الوقت يداهمنا. نعم. هناك اتصال آخر. مصباح من غريان، تفضل يا مصباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. أهلا وسهلا بك يا مصباح، تفضل. شو حالك باهي؟ الله يسلمك. والله يا شيخ أنا سمعتك تدري يعني لما تسلف واحد وواحد فخطر لي عندي سؤال. أني مرة سلفت واحد شيخ باهي. إيه. وما عندناش النية أن هو يودهم لي كاش ولا شيك يعني. باهي ولما سلفت يا هو بعدين ودهم لي أعطاني كاش. باهي يا مصباح لما سلفته ما قلتلاش رده لي نقدا. ولا هو قال لك ما في حد تكلم منكم؟ لا ما فرضتش عليه يعني. باي وهو ما قال لكش؟ قلت له المهم عم تبان سالف وخلاص. هو ما قال لكش رد لك نقدا؟ لا ما قال لي. خلاص تسمع الجواب يا. وعندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. عندي صديقة هو عنده الزيت باهي زي ما نقولوا. ايه. وانت مثلا تبي زيت. نعم. وناخذ منك انت تعطيني مرات كاش وانا نعطي فيه شيك من حسابي يعني. تشري منه في الزيت انت؟
يعني باعتبار غير بسيط يعني نعرف صاحبي مثلا وعندي واحد مثلا انت في طرابلس تقول لي في زيت تعطيني انت كاش واني نعطي فيه شيت وهيك حسن نية يعني ما انت قصدي انت وسيط ولا تشري منه صاحب الزيت؟ لا يعني ما لا نخدم فيك انت ونخدم فيه هو، هو بس يبيع زيته وانت بس صديقي ما عندي زيت. يعني هو صاحب الزيت يبيع بالشيك لكن اللي في طرابلس هذا انت قلت له نقدم. ايوه الزوج يبيع بهم هو. واللي في طرابلس قلت له نقدا بتكون؟ لا قلت له كيف ما تبي كان بدي شيك باهي بدي باهي نخدم به. خلاص تسمع الجواب. بارك الله فيك ومعلوماتك ان شاء الله. اجمعين يا مصطفى اجمعين يا رب العالمين ان شاء الله. طيب اذا على بركه الله اجبنا على سؤال سليم من مصراته. بقي سؤال لسليم، قال انسان متزوج بمراه، المراه هذه قال تبين ان عندها الصرع، مرض الصرع اكتشف بعد ذلك، هل يعد هذا عيبا يوجب الخيار؟ احنا عندنا عيوب اذا اكتشفها الرجل في المراه او المراه في الرجل فلكل واحد منهما الخيار. ايش معنى الخيار؟ ان يطالب بالطلاق والرجل ما يدفع شيء، والمراه تطالب بالطلاق ولا تتنازل عن شيء. هذه العيوب، في عيوب مشتركه بين الرجل والمراه، الجنون والجذام والبرص والعضيطه، وهناك عيوب خاصه بالمراه، الرتق وال عفوا والقرن والإفضاء والعفل والبخر، وفي عيوب خاصة بالرجل وهي العنة والجب والجب والاعتراض، لكن الصرع ليس من العيوب التي توجب الخيار، لم يذكرها الفقهاء. الله أعلم، ما أراه أنه لا يجب له الخيار، كون هم غشوه حرام عليهم. إذا كان الصرع يجعل المرأة يغمى عليها قد يكون هذا من قبيل الجنون، لكن إذا كان لا يؤدي إلى مرحلة الجنون والمرأة حتى لما جاء الصرع باقية تبقى على عقلها وتفهم، فهذا ليس من العيوب التي توجب الخيار، والله أعلم في هذا الأمر. صالح من جدابية يسأل على حكم السبحة. السبحة يا صالح هذه يتكلم فيها العلماء وفيها الأخذ والرد. النصيحة إذا كنت السبحة تجعلها وسيلة لتثبت بها العدد أو لتعينك على دوام الذكر والتذكر للتسبيح لا إشكال فيها. المهم يا صالح السبحة هذه ما تنفسها ما تقدسهاش وما تدير زي بعض الناس يبخر فيها وقصة، احنا بنقول وسيلة للعد كالنوا يعني واحد بيسبح بيقول لا إله إلا الله 100 مرة صعب أن يثبت باليد، يثبت بالسبحة لا إشكال فيها، لكن لا نقدس حبيبات السبحة، لا نقدسها كما يفعلها بعض الناس ويقول السره فيها السبحة، هذه ما فيش في الشريعة الكلام هذا. إذا كنت أنت تجعلها وسيلة للعد وأنها تعينك لما تبدأ في يدك دائم الذكر والتسبيح لا إشكال فيها، فكل ما تعبد به الله عز وجل لا بأس بالوصول إليه بأي طريقة من الطرق المباح. لكن بعض الناس عندنا احنا فريقين متشددين في الأمراض، عندنا فريق عنده بدعة لو يشوف السبحة في يدك إذا يعاديك، إذا أنت مبتدع، إذا أنت لست من أهل السنة، وهؤلاء قوم متشددون. وعندنا فئة ثانية السبحة هذه عندها معظمة ويبخر فيها وقصة ومدار فيها سر ومدار فيها حكمة، احنا نقول اثنين لا، وإنما السبحة هي وسيلة للعد ولتثبيت العدد. من قال لا إله إلا الله 100 مرة مش قال لها وبنثبت 100 مرة بالسبح سبحان الله ثلاث، لكن مع ذلك أنصحك بأن التسبيح بعد الصلاة المكتوبة اللي هي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، أنصحك أن تكون هذه التسبيحات باليد لا بالسبح، وعود نفسك على ذلك. لماذا؟ لما ورد في الأثر عن الأصابع أنهن مستنطقات يوم القيامة. سبح بيديك في بعد الصلوات المكتوبات، أما التسبيح المطلق أو التسبيح المقيد اللي هو ليس في بعد أوقات الصلوات المكتوبة فهذا لا إشكال بالسبحة كما ذكرت، المهم أنها وسيلة للعد وليست مقدسة في ذاتها. سؤال الثاني أيضا صالح من جدابي عن الدعاء بعد الدفن. الدعاء بعد الدفن هذا وارد، ورد في الأثر في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أوصى بنيه في حالة الاحتضار قال فإذا دفنتموني فابقوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. ولهذا يستحب الدعاء على قبر الميت في الدفن وبعد الدفن. إيش يكون الدعاء؟ بالتثبيت، اللهم ثبت عند السؤال منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، هذا الدعاء أو غيره من الأدعية الأخرى.
هذا من السنة ويستحب. إذا كان سؤالك حكم الدعاء الجماعي في هذا الموطن، هذا هو الذي فيه الخلاف، وبعض الناس يتشدد ويراه من البدع، وهذا أيضا إشكال كبير. أنا أقول يعني الأفضل أن يدعو كل إنسان لنفسه، لكن لو جاء أحد الناس ودعا بالناس على القبر فلا أستطيع أن أقول هذه بدعة، لأن مشروعية الدعاء مشروعية الدعاء في هذا الأمر في هذا الموطن مشروعة. نعم صح الدعاء الجماعي في خلاف، ولكن أنت الأفضل تدعو جماعة فردا، لكن لو دعا الناس جماعة لا إشكال إن شاء الله بإذن الله. عبد السلام من بنغازي قال أني بعت الفيزا، يسأل على الحكم، قلنا له لا يجوز بيع. قال أني ما عنديش باش نخلص الراجل. أنت منين بتخلصها؟ بتخلصها من الدولار اللي بيجيك. هو لما يجيب لك دولارك يقولك تفضل يا عبد السلام، هادينا فلوس 1300 وانتم متفاهمين عليه مثلا 50 دولار أجرة، مدلم ل 1350. إذا لا يجوز بيع الفيزا لا فارغة ولا معبية، هذه مربوطة برقمك الوطني، حق انتفاع لك مربوطة برقمك الوطني يليك، يا إما لا يجوز لك بيعها بأي حال من الأحوال. الآن لو تقول لي ما المخرج، نقولك المخرج كانوا مسحبش قول له يرد لك بطاقتك ورد له فلوسه. نعم هذه القاعدة في الشريعة، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، خذ بطاقتك وهو ياخذ الفلوس اللي اعطاها لك. مريم من مسلاته تسال على حكم التضحيه، شخص يذبح فضحيه كل عام على ابوه وامه الميتين. اقول له لا، هذا لا يشرع، التضحيه عن الميت لا تشرع الا اذا اوصى بها الميت قبل موته قال اذبحوا هذه فتنفذ وصيته. اما ان يذبح عليهم كل عام نقول لك لا، هذه لان الاضحيه سنه في حق الاحياء مش من الاموات. أنت تبي تنفع أبوك مش تنفع تذبح ضحية، برا الضحية هذه فلوسها تصدق بهن بنية الصدقة عن أبيك وأمك الميتين. هنا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له وصدقة جارية، هذه من قبيل الولد الصالح اللي يدعو لك ويتصدق عنك، فهذه أجمع عليها العلماء. إذا ما تذبحش اضحية عليهم، الفلوس اللي بتذبح بهن أعطي هذا المال للفقراء للمحتاجين للمستشفيات، ويكون من الصدقة التي تنفع والديك في قبريهما. عبد الجليل من بنغازي يتكلم على مسألة، قال احنا عندنا بعض الأبرياء، هو يقول هذا، أنا يعني أنقل ما قال وأعلق والأمر هذا يترك. نعم قال عندنا بعض الأبرياء في سجون الردع، نحن نعلم أن قوة الردع قوة نظامية تتبع الحكومة تتبع وزارة الداخلية، فأنا أقول لقوة الردع هكذا، وأنا لا أدري يعني الرجل قال هكذا، إذا كان لديكم أناس أبرياء في السجن فشرعا يجب عليكم أن تخرجوهم، إذا كانوا من ذوي الجرائم فيجب عليكم أن تحيلوهم إلى جهات الاختصاص، هذا هو الشرع. إذا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إذا كانوا أبرياء إما أن تثبتوا الجرائم التي هي عليهم و تحيلهم للمحكمة، ولا رحمة ولا شفقة مع المجرمين ومع القتلة. إذا كانوا أبرياء فلا يجوز لكم بأي حال من الأحوال أن تطيلوا في سجنهم ولا أن تمنعوا المحكمة عليه. هذه القوة لها جهود تشكر حقيقة في ردع وكبح المجرمين، ولكن يشاع عند كثير من الناس أن هناك أبرياء في السجون، فيجب عليهم أن يخرجوا هكذا على العلن، على العلن هم قوة تتبع الحكومة، كل واحد يبين الجرم الذي ارتكبه ويحيله إلى النيابة حتى تتخذ الإجراءات السليمة. لماذا؟ هؤلاء المسجونون هم أمانة عندكم، من كان ظالماً ومن كان يعني متهماً فيطبق القصاص وتطبق العدالة، وإلا فلا يجوز ظلم الناس. أمل من جدابية تسأل عن الأشياء التي تفيد الإنسان في قبره، الأشياء يعني كيف ننفع مثلاً بوي والله أمي والله حد في القبر، الدعاء له وزيارة القبر، زيارة قبر طبعا للرجال والنساء محل خلاف، والدعاء له والصدقة عنه وزيارة أقاربه ورحمه، هذه الأشياء قراءة القرآن فيها خلاف، ولكن لا بأس بها ما دام ما فيهاش أجر. إذا تصدق عن أبيك وأمك الميتين، أدعو لهما، زر قبرهما، صل أرحامهما اللي هم أخواتك وعماتك وخالاتك أقارب أبوك وأمك، لأن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أي بعد أن يموت. مصباح من غريان نختم بسؤال إن شاء الله، قال أني سلفت شخص بالشيك
ولا قلت له رد لي نقدا ولا هو قال لي رد نقدا، خلاص لا إشكال فيه. الإشكال إذا كان قلت له رد لي نقدا أو قال لك هو الرد نقدا. نختم بهذا، وسؤالك الأخير يا مصباح إن شاء الله نجيب عليه في السؤال القادم في الحلقة القادمة بإذن الله. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله منه، حتى على ألتقي بكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا عاد علم أخي، فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور.